فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يكفر من يذهب إلى قبور الأولياء والصالحين كقبر الحسين وغيره ويدعو القبر أو ينذر له، وهل لا بد من إقامة الحجة؟ وهل في هذا شك أنه يكفر؟ يكفر، هذا عبد غير الله، ذبح لغير الله ونذر لغير الله واستغاث بغير الله، نحكم عليه بأن هذا كفر بأعماله وفعله الذي ظهر منه، نحكم عليه بما ظهر منه، هو ما هو بخبيه، هو مع المسلمين، هو يسمع الشرك، التحذير من الشرك ويسمع، فلا ليس معذورا، الحجة قائمة عليه لأنه في بلاد المسلمين ويسمع الخطب والمواعظ والقرآن، تحذير من الشرك. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.